ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان المحلل الأول لأسواق المال السيد أحمد عزام. أهلا بك معنا سيد أحمد. بداية، يعني هل يمكن الجزم بقرب التوصل لاتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن رفع سقف الدين الأمريكي، أم أن هناك مفاجآت قد تغير في الأمور قبل بداية يونيو؟ مساء الخير مدى، شكرا للاستضافة. نعم، بالنظر إلى اجتماع الأمس بين ماكارثي وجو بايدن، نعم هناك التفاؤل لوصول إلى حل وسطي بالنسبة لأزمة سقف الدين. نعم، بكل تأكيد البحث عن حل وسطي ضمن شروط وسطية بالنسبة للحزبين وارد جدا في الفترة الماضية. فيما لو نظرنا إلى التاريخ، التاريخ يعيد نفسه. عند النظر إلى التاريخ منذ عام 1960 حتى يومنا الحالي 78 مرة تم رفع سقف الدين إلى الوقت الحالي. بكل تأكيد البحث عن رفع سقف الدين الذي قد يصل في بداية مطلع الشهر القادم، بداية شهر يونيو، إلى 31.4 تريليون دولار هو الحل الوحيد بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. الاقتصاد الأمريكي يعاني في الفترة الحالية من تضخم مرتفع. نعم، قد سجل انخفاضات من 9.1% إلى 4.9%، لكن المخاوف من أن التضخم يعتبر راسخ في الاقتصاد، ستيكي انفليشن. بينما عند النظر إلى الأرقام الأخرى بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، في الاقتصاد الأمريكي يعاني في هذه الفترة فوائد مرتفعة من 0.25% إلى 5.25%، مخاوف دخول الركود الذي قد تسرعها عند عدم الاتفاق على سقف الدين. مخاوف الركود مشتعلة جدا في الأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية. ففيما لو عدم التوصل إلى الاتفاق بالنسبة لسقف الدين، هذا سيسرع عملية الركود. بكل تأكيد البطالة سوف تسجل ارتفاعات، عدم الالتزامات المالية، عدم الاستيفاء للالتزامات المالية بالنسبة للمؤسسات الفيدرالية سوف تكون على الطاولة في الفترة القادمة. فبكل تأكيد لا جو بايدن ولا حتى مكارثي يريدون الوصول إلى حل، يريدون الوصول إلى أزمة اقتصادية قد تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى كارثة. نعم، في النظر إلى التاريخ كما ذكرت، أزمة سقف الدين مستمرة مستدامة في الأسواق في الاقتصاد الأمريكي، لكن دائما ما كان يصل إلى حلول إلى أيام قبل سقف الدين أو حتى إلى ساعات كما لاحظنا في الفترات الماضية. فعلى ما أعتقد التفاؤل وارد جدا بالنظر إلى التاريخ، بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية، بالنظر إلى الاجتماع الأمس. فعلى ما أعتقد أن حل الأزمة أو دفع سقف الدين، رفع سقف الدين، على ما أعتقد هو الحل الوحيد بالنسبة للاقتصاد الأمريكي في الفترة القادمة. نعم، طيب سيد أحمد، ما هي الكلفة السياسية التي سيتحملها الديمقراطيون في حال تم التوصل لاتفاق مع الجمهوريين على رفع سقف الدين؟ نعم مدى، بالنسبة للكلفة سوف تختلف بالنسبة للشروط. عند النظر إلى الشروط التي قد وضعوها، أحد الشروط يعتبر الأسهل اللي هو صندوق طوارئ كورونا أو صندوق طوارئ الكوفيد 19. بكل تأكيد هي مليارات مجمدة بالنسبة في هذا الصندوق. على ما أعتقد أن جو بايدن قد يدفع إلى الحل بالنسبة لهذا الشرط الأساسي أو الشرط الأول الذي يعتبر أسهل. لكن الشروط الأخرى والتي قد يكون لديها التكلفة عالية بالنسبة للانتخابات القادمة، عند النظر إلى سقف الميزانية الاتحادية، سقف الميزانية الاتحادية جو بايدن قد مر عدد من الشروط أو عدد من الالتزامات التي من ضمن حملة الانتخابية الماضية. فعلى ما أعتقد تقليل سقف الميزانية الاتحادية سوف يكون ذو تكلفة باهظة بالنسبة للانتخابات الأمريكية. طيب، أيضا بالنسبة لصناديق العاطلين عن العمل، بكل تأكيد خسارة شريحة كبيرة مدى ستعتبر كبيرة جدا من الانتخابات الأمريكية. كيف تفاعلت أسواق المال والسلع اليوم مع الأنباء التي ترجح قرب التوصل لمثل هذا الاتفاق؟ نعم، الدولار الأمريكي على سبيل المثال أو مؤشر الدولار إندكس، الدولار الأمريكي كان قد سجل بعض الارتفاعات من 102 إلى 102.70، أعلى أرقامه أو أعلى مستوياته منذ شهر أبريل الماضي. الذهب كان قد سجل انخفاضات من مستويات 2020 لأونصة الذهب إلى مستويات 1985. قد يكون الابتعاد عن الملاذات الآمنة أو ابتعاد عن الملاذ الآمن الذهب كان وجهة بالنسبة للمستثمرين مع التفاؤل لوصول لحل وسطي. نعم مدى، عند النظر إلى الأسواق المال دائما ما تكون الصدمة في الأسواق هي المؤثر الأكبر على الحركة السعرية، لكن الأسواق تتفائل لوصول حل وسطي بالنسبة لأزمة سقف الدين. فعلى ما أعتقد الابتعاد عن الملاذات الآمنة، الذهب تحديدا، دفع للهبوط في حال الوصول إلى اتفاق مدى هي الوجهة كانت للمستثمرين في الفترة الماضية. نعم، المحلل الأول لأسواق المال السيد أحمد عزام كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.